قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. مثل سحب الشوق طيرنا كالغمام، وبإبداع سعينا للأمام، ديننا دين الرقي والسلام، إننا قوم خلقنا قيمون. بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم خلقنا قيمون. يا جموع الناس قد آن الأوان، آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بالفؤاد والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيمون. بقلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا. الحمد لله، الحمد لله الذي كرم اللغة الضاد ورفع من شأنها فأنزل الله بها كلاما، ووضع الله عليها شريعته، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد القائل: أنا أفصح من نطق بلغة الضاد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بالوفود إخوة وبنين وأخوات، خير ندامة ولا خزايا، يوم خف وأجاب الداعي سراعا، ونضل الله من هذه الوجوه النيرة وما تحتها من نفوس أحسبها برة خيرة، لو كان الخير وراء البحر لخاطت البحر إليه، ولو كان من عملاقي لخاصة في لججه عليه. وبتحية الإسلام أحيي هذه الوجوه التي ننتظر منها ما ينتظره المدلج في الظلام من تباشير الصباح، التي تكشف المعالم وتطمس الأوهام، فإذا الحقائق النيران على إعلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحل والاستلحال تغشاكم، وفي الغدوات والروحات تلقاكم، ما دمتم في سبيل الله مراحكم ومغداكم، وفي مرضاته قيدكم، وسراحكم من أخ مشتاق إليكم معتز بالله ثم بكم. قدمتم خير المقدم، وبرتم بأحسن الإياب والمنقلب، وعلوتم العليا فكنتم أولا، والأولون من الرجال قلائل، وزهت بجمعكم الشراب وغردت، وترممت نيد عن الساهر، والأولون من الرجال قلائل. حبي لكم يا إخواني لما يعود إليكم يعد سهرا، وكيف وكل عين تنطق بمحبة علي، أحبكم حبا على جليات قلبي، يشرق فكل فرد في الفؤاد مكانه، ما ضاق عنه القلب وهو ضيق، هذا لقاء الأخوة بالأخوة، تراجم بالبر والتقوى، والهش وجه لوجه، ويخفض قلب لقلب، والصافح يدا يدا، وتشفع تحية تحية،
وعندها يقوي ساعد بساعد. معشر الإخوة، فإنه من الشرف العظيم والفضل الوفير للمعهد الإمام البخاري أن نبى نداءه وأجاب دعوته المشاركة من هذه الحفلة. أولئكم الأفاضل الأخيار من طلاب وعلماء والوالدين، فإنه لا يسعنا إلا أن نقدم إليكم الشكر الجزيل والفضل والامتنان على جعل يومنا يوما استثنائيا، ورسمتم الابتسامة على وجه إخوانكم المتخرجين من المعهد في هذه الحفلة، وشاركتم إياكم في الفرحة. وبالمناسبة فإنه لا يخفى على أحد أن من أعظم الأعمال وأكبر الإنجازات تعليم اللغة العربية وتعلمها لكونها سبباً من فهم الدين الإسلامي. الواجب تعليمها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن امتيازات به في مدينة قارسة عن نظيراتها من المدن تعليم اللغة العربية ونشرها بين أبناء المجتمع الإسلامي من هنا، حيث المعاهد المخصصة للغة هنا وهناك. ولا يخفى عليكم أن معهد الإمام البخاري من المعهد التي عرفت بخدمة اللغة العربية. ها نحن اليوم هنا بفضل الله، ونحن نودع هذه الدفعة، نتمنى لكم لها المزيد إلى النجاح والإبداع والارتقاء في تحصيل العلم. أما بعد، إنت ككبال وحين ما أنت هلك نوفق لنا حفلة معهد الإمام البخاري مركي كواد، أولا وسهلا بكم، حللتم قبتم ووضيتم سهلا، وحين وفرحت أمان ده إن أنه هلك نكون مرتقادنا، أي أن هلك نكون شرفنا ضيوف مرتوى معهد الإمام البخاري. أي هرولين ويهين علماء دينتا والدينتا يا خيرتك لي زهرتي، وعن إذن لنا مرحبا مرحبا مرحبا. وعاك الله هلك نعوغم هدنقيا أرضي معهدك حفلتني حقي لسوق بنقبيي السوهبيي. أولا أهلا وسهلا بكم، أجبتم دعوتنا وشرفتم وعظمتم، وعن إذن لنا حفلتني إيرتانكي إذن يرني واتشرفتن والأجيبتين أدبر نؤوي ميسين. مرحبا بكم. انت كجلال وحين قلت لنا برنامج كيني مناصبة هل كان يكوك من يحاوي بندق رسو بندق ايو أبدال معدك وحا ايسو برنيين ينصو بندق اينا والدين توحن كعب صارينا إن أرض الجهل كان لسو جوجيني وعلي أنا لسو جوجيني مستوى الدرر جرت أو غيره، فهم الدرر معناه جرت أو غيره. إن هل كان لسو جوجيني أرض الجهل أرض هل كان لسو جوجيني وحن لنا إن شاء الله تعالى، وحن إذن رجينينا حفظتك لا حكرنا تلك الزوج وستان
برنامج جاي يقول لك يا مركا هذا الوحل هو فرفور طوحة أو خير بدن وحوي قولك إله سبحانه وتعالى وحانا إنو أخرين إياه فيصل عبد الله فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. وحي روحان صوي ردح قالينينا وحلر البرنامج كائن وسوحيغو أرضاغ بحضوغا مركا علماء يردك دكسن يعني لفظها علماء يصير رون الله ما به يلا با ما أنت وحين ربني إن أي هل كان كبد ترى هذا أي كجوان إن أي كبد نارهن لكن صورة قال ما ينقونين وأنك صورة وين يا شيخ بشير محمد علاء فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد ولا لا لنت كذب إلهي بما هذا سكله ما هذا لنا سيرسقناتي الله إنه صورت قريي إن المكان كان عجيب كان سكوني ماله مائدة كتاب الله عز وجل ما هذا إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى إلهي لما حكبرينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سدو هل كان إنه كل مية إلهي إنه فردوس إنه كل مية دم بيجينا يكي والد كينا إلهي ودافو خاتمه ونفسنا إلهي إنه ختمه فرنا هانتي ميل لو كل ما ماشي وفي عندوي أو قيمة بنت ميل أمدكو كل أنت ماشي أو قيمة بنتوي وحانا نقول بشارينا أنت ماشي أطفال إذا العبادات كجرتها وعلى لسانه صلوات الله وسلام عليه نيانا ون إلهي أبرا احترا ساعدة صوق الشين إلى ساعدة أتكك عيسان عبادات كجرتها ملايكتك الزول ميسا إن إلهي دمداف إني ويدين إيسو نحرست إلهي كزول ميسا إنا إنا الدبوليس صلوات الله وسلامه عليه سيدة كسوغان مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وكما قال عليه الصلاة والسلام محمد هذا الله رنهانتي أيغنا إلا حصمضا ما ملكا يا إدارة مركز الإمام البخاري رنا هانتي إلهي هبركيه مقال الذي أنا مقال هذا بركيه سوياين أنا الليل وأطراف النهار مراكز بساعة حاضرين ما شاء الله تبارك إلهي نمحن وقبرينا إدارة يا مملكاس مركز الإمام البخاري إلهي هبركيه مركز أمد وحكسه كريانا إلهي أخليه جهودا يا مساعدا سأي بحنا يانا إلهي سبحانه وتعالى ميزانك آخرها أوكبا محاكورنا فنا وإن لهم مهد علي أيغانا مضان والدين تعررتا ما شاء الله تبارك إلهي أيغانا محنا قبرينا أبد كاس رنهانتي ما أنت اللود بالدقة هيا إلا على مسارها إلهي أيغانا إنو أغد إغاكو إشو دي قوصة في الدنيا وفي الآخرة أرنت أنا أرن سهلا معها والدك معلك ما كلام أرمان. مرك إلهي وحنا قبرينا سبحانه وتعالى هو إشهد يكوق وسته. إنه إلهي أقدر في الدنيا وفي الآخرة. إخواني حندونا يا إن شاء الله تعالى هنا أسهل ذكره. ومناسبة أدي عجيب وح. وحيروا حك الله يا. بإذن الباري وح إلهي هو في جيه. وبحن أن أدب الدجا هنا على مساره هنا. ونعمه. وهبة إلهي وبحي سبحانه وتعالى حق لو مهله عقل لو مهله حول لو مهله إلهي باهبين نكون دوننا وهبية إلهي مركو كعب إلهي سبحانه وتعالى أبدك وعب إلهي محويري يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما بالفير ها إلهي نكون دونا ويلل بوهمين نكو دونانا قبدا نكو دونانا وسكوكو ساري
ننكو رمانا هذا مدليس ببكر إجبا مركب واهبة إلهي أوبحيه ونعمة نعمة لا أسمرك حلو بها إلهي هدو كوكرت أذيجا إن بدن أو كعقل بدن أو كعلم بدن إلهي وكقذي إن الإلهي هو شكر سبحانه وتعالى شكر يا رب حكمت إيه ماشي إلهي وطر جلنا المرس المحس مركب واهبة إلهي أوبحيه سبحانه وتعالى إلهي الناقص في الدنيا وفي الآخرة إخواني سيدنا النبي خصوصا صلوات الله والسلام عليه بعد توفيق الله عز وجل المها صلاح هذا هي فساد كذا شقاء هذا والدك عنده وجرته عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على فطرة فأبواه يهوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام المكة صوت بشه فطرة شرعها يقول بشه أبيه أما يهود كذي أما النصارى كذي أما مجوس كذي وحديث عجيب بعد توفيق الله عز وجل المها الصلاح هذا والدك عنده وجره أرثها هل وقاله وأنا مسؤول إلهي سبحانه وتعالى نور البكاء حسبت معي محير إلهي محليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالفعل كوا إلهي يا رسول كسر ميو نفتي إن إيه الكينك إلى لي النار صلوات الله وسلامه عليه يا سيدنا وحكسوا إنه يرمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء إيش سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر عرورتنا صلاة أمره مركي تدرج رامبا طوال هدي قارن لكو قراعيو لصلوات الله وسلامه عليه وأمر سبله أبحي صلوات الله وسلامه عليه مركا إخواني أرنتها أرنسان المه علي بن أبي طالب حليها علموهم وأدبوهم ها وري المه وحبرا وإدبية وخيرك أشيغا رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركا وحاربا على وجه السرعة أسس التربية وعلماء رنوهانتي أنكسر نقليي إنا واحد اثنين ثلاثة أربعة لعله وعسى أن تنفع إنا يوحبا أنفع رأي لغيابا إلى تربية إسكمي ما نيسى أسس بادرة رنوهانتي آدي آد أقيم بضان هدي ومدى طبق لهذا ما أنت إباتوينك هستوح بضان بيدوينه وحاكم إذا تربية قرمي باللابطة ياسك باللابطة تربية المها قرمي باللابطة يهينك باللابطة وقالت مهمة تربية إخواني يحب باللابطة ويكب باللابطة قوش كمرك الله أساسي بل أرنتها إن بضان آد أدوحة إخواني اختيار إيش الأم الصالحة اختيار الزوجة الصالحة مركة ورد إلك قال يسو وقضب مهمة عرور تدمى إلهي إلو أرزوغ دونه أي فونديشن أنت يا أرنتا يا ذا إن بدل أكثر من مناسبة أرنتا وكل شيء معايا مركة ورد إلك قال يسو هذا جرينوك أفك جذوستي أرد إلك أقاد معك صبيح ماشس ماشى معك صبيح بالله عليكم معايا لي كل مرة على مركة ورد لكن يدبوا ما نفيرنين مركة وقضب مهمة جوادنا من حقها أيضا مركة يقول سليس إن الزوج صالح أيضا أيضا رتوا على مرمن حق بيقول أيضا أنت أيضا سين ماشى أمور ونفسن أو مدة وحكوا سكرية أو على صباح أنت عارين سالم ما هذا النبي كان هو أمر صلوات الله وسلام عليه وحاهم حكم ذاها فاظفر بذات الدين تربة يداك ويرنبق عليه الصلاة والسلام هوايك مروح خصو الشركي وحيالها الله وحش أو حولها أو نصبك أو قروح ذا يوعد الله يمحيري ورمد الدين تلكو موها كوكو ليس صلوات الله والسلام عليه قضوك الله حاول يعني إلهي من يولا لوبر احترا الإخلاص في التربية قضوك السدحاد حاول والله ليال المها وأتي حديثك هذا عن كفر فرنة إن إمام مولود إلا ويولد على فترة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صمه تعويدهم على العبادة والطاعة المهن العبادة والطاعة إله المتربية ولا مرمان وقضب مهمة ها سي هذا أمرك وينادان أرنت أيضا ويوسه لناته وتعودان محاكم إذا إخواني إبعادهم عن المحرمات يا منكراتك إني لا يفضل المها وحيالها محرماتك يا منكراتك وحاكم إذا أوشان أيه القدوة الحسنة أيها الوالد هذا هو يتهي هذا أبطة هيبة المها هذا وإن القدوة والنقطة صالحة قضب كاسم وقضب مهمة أرنتي ما شاء الله تبارك صلاة الأمر إنسان لابد أن تكون من أهلها صلاة ها عبادة الأمر إنسان لابد أن تكون من أهلها مركة قدوة حسنة ولا مرمان ومد إلهي وليه لما تقولون ما لا تفعلون ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم محاكمة ولا ليال وحاكمة إبعادهم عن جلساء السوء والعياذ بالله المهم حدمية المهم ما أنت قال لي لا يا هي صاحب حلم وما صبوه المهم قولي لا تكبحة وأبي وكاتك شقوك ملي مركب والله قمر والد قمر والبقين ولا صعوه المها المها هذا يساحب لي هاي ويل كذا يساحب لي هاي قبل هذا يساحب له هاي محايا لأهل تاسنا وقضى مهمة نبي قم حكس ونقول لي صلوات الله وسلام عليه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل صلوات الله وسلام عليه قف والبوح وساحبك يا هاي دين تساحبك يا هاي بوياي طفقين ها يا عدي ولا صاحبها وأمر صلوات الله وسلام عليه ها محاكمة إخواني أيضا أنا لقمرمان إيه حمايتهم إيش من وسائل من وسائل الإعلام الهدامة المدمرة وسائل الإعلام كرنهانتي وما ضبع بيسي ها على وكهر يمال الحرة على وكهر يمالها وما ضبع أرض مسلمين مال الله لما يلش على أرض مرتبة دش بكتها قال عثمان رحمة الله عليه أنا ده هي كل جست ها قف كم تيرها بقط ماده أسوأ بعلك دش كأحرية هاي إلهي محورتي دونا أسوأ غش وأمان الإلهي قد بق محاقي يعني سأسول الله عثمان رحمة الله عليه مركز من سود للسدي حديثنا بكسوة صلوات الله والسلام عليه وليه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة بالفيلم بالحديث كفير عجيبك ها أظن مجرى إلهي أمانه وديبي سأمانه يضيعي أو خياني مالك ودمنا يمحرمني أسوى إلهي سبحانه وتعالى محله سهر جوجين خائن ما إلهي ارتسنا سهر جوجين يا إخواني أردت أنا وقضى مهم إيه وحاول أيضا كمد إيه وارد كمركو إنت اللي إماده وإنه أغاده هداية إنا يقعنت إلهي الوجهة سبحانه وتعالى أريد أسباب ما لغربة وحن ومن ومحن من باب أخذ الأسباب لكن الهداية بيد الله عز وجل إلهي حليه إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء مرهد إساء إيتها يحاول قدوان أيها الوالد إلهي إنا أبرد أوتك إلهي ما تلبري أوتك لا تدعي إخواني ها وقضب مهم أيضا إن إلهي لا بريه ومدى اللقضة هذا أن كوه الله إياه كوه الله كوه الله مريوليدة صومالدة وحيالها يكوك لديه محكمة هبار تتعجب حافظها مركة المريسة والله والله يا بيسا لقتا بألا هقويو كا هاي وصو النقون مالدر كبع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ها وليبا دمرك أبضا دمرك أبضا مركة محاد كفا إذي هدار هبارتو هبارك هذا خدعه من الأدعية التي لا ترد محاكمة دعاء الوالد لولده ها دعوك مرنا نقولك أن دعي نوامحي ودعاء والدك وأبريايا المه مركة إلهي وكا أقبلي هدو هباري هين ولا يا أقبلي هدى دعاتها هين ولا يا أقبلي مرة ديساتها مركة إلهي أبريس إنه إلهي كوها جيو ها هباري إنا هبارتنا ماها ها محايا لوح كادع أو كودع محاليري هبار كادوي صلا ها أنبياء إخواني صفة خلق الله دعوا يكون في نبي الله إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي الله أكبر برجع لنا قيمها لفير ها ربي اجعلني مقيم الصلاة إله إله المد صلاة أوعى أنا إياه عرور تيد برفير دعاء نبي إبراهيم فير ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إن بضل أمات المسلمين تلاقي قدي ربي هب لي من الصالحين إله قوة الصالحين إيه به برفير ها فسلوب هي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين مركه ولا ليال المها الهي هل لو بريو الهي ونغا اقبل ان شاء الله تعالى سا الهي كرجينايا بقلب خالص الهي المها لو بريو وحان كسو ختمايا كسو غبغبين هاي اخواني او اذا دردارنا ولا ليال يرى الهي ان حري سماهنا قرانك ولا غعم بتحيا مر والبا هذا أوفيس مركز لمبا ما انتقل محوها يا لوصة حاضري أرضيذي كقل انجيبسي اللو دبالدو مال الله الماشا تكتنا وصاص المهن آو عباياشو داوي ما ايتام با ايتام ميه مال كستو مركزو آتكتها وينكو بجوغون هني لكم رنهان دي هو يوينك واللو تهنييني وانو لو دعين لكن والدك آوي ما انت اسكول وحن محوها هنوي وحن ما انت حفلات اسكول محوها هنوي صفك هرقن رجع قبسنا وأنا مصائب ويان مصائب ويان ها قفل بمحايرة هذا إن بدون ما محايرة هذا نول بمركز هذا إن هذا أنت الإلهي أجرته هذا فوت كسر
أديك يا كتاب القرآن أنت إسكوجرتان ها أديك يا كتاب القرآن أنت إسكوجرتان هذا رب إلهي إن أنت أنت إسكوجرت إن الله لا يرفع هذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين من النبي عليه الصلاة والسلام كتاب إلهي أمضنا وقصر مريني أمضنا نلقى للرسم والعياذ بالله وإخواني كتاب أخرى الله قاله أو تحفيز هذا يمراكستا هلون يقولون هذا هلون يقولون هذا وحيالها أيضاً أمضى إلا حصة وأكثر من مناسبة نهاية علماء مروا بأي حسان فذلس الشيخ محمد بأي قدم بأي إلهي أبركي وحاكم إذا وامحي حقا غير حنبضي ومعلمين في مامرك الود برايا أنت بضي ولا يقيل يا أردت أنا أعرف عمها إخواني شكرا لو أردت ها؟ شكرا لو أحد وبحي وحد أكشكين كرنا معها تحفيدنا وحد وبحي وحد هذا الميكروفون كان لا يشيكين هذا مع ذلك وحي يرى بعدنا أن صبحين أردت أنا أعرف عمها إلهي دارة المها إنه بركي وإيش إني كوكو ستوحى لو بهي هي مامرك يا معلمين إن الله شقيسان أذكفر حسان إلى أذكفر حسان إنا إنا تبين إنا 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 تبين أنت أيها كنت لجلا وحي إلى هذان الماء محبوب هي سدح شيء قلم فروين إن لوده وما عليك قلم فروين إن لوده لبا والد وحقورة بالفين والد وحقور واحد مد ويسمه هو يقل قالص هو يقل قالص قصدي أنا كوسو كلمة أنا كوسو ختمي من هذا الداعية ودعاء دم جلاده كما ذا حفظه الله ورعاه فهرن آد وحنو مضمان للمسان أوكال المركز كشيغاي مبيري وحيالها الله يا وحكمت بيري هو يوينك سنينتا ثلاثة أربعة خميسة جمعة رير بان أقمر أبو يوري مركا مساج أسي سعود رير كمحنوبي بيري ينو علكوا بريست وحكت عاية ولاش الله بقايا وحا الهردنك كت عاية قرحن كماشا كسوا بحايا إلمها سي اللوغو لبسا هيا سي اللوغو قيلن هيا سي اللوغو شألينا وذي أبو بيري سبت أحد هلا قارب سبت أحد هلا قارب ماش أنا ضد كل نولي هاي الغومة كره ماش أنا محجوسين معك في سننا معنا سبت أحد محجر إيش كل بجرا صلاة ها لكن اثنين ثلاثة أربعة يقولون جحوية حتى مركو كوني ما رم كوني ما أصوا أدين معه والحاجة حاجة 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 بوحدة كبرى مرك إخواني إلهي هاي نبارك يا ولين هو ديري أنا رح له هذا إلهي محن وجسرنا بأسماء الحسنى وصفات العلا سدوا هل كان إنه كل ما إلهي فردوسها إنه كل ميو دم بيجين إكي والدين إلهي هذا فو خاتمنا إلهي أنو وناجيو إلهي فردوسها إنه كل ميو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاك الله خير الجزاء شيخ بشير. أكبر ما سنتهي كلمة كلمة جاءت كوه الشيء أما بنقول طرتينا الله كأجر سيو أنا جن الله ينقو أنفعه. وحنقول إنه إرحب ألف مرة وفر من محد الإمام البخاري. برنامج كيني أنسي وذني محمد رشيد وينو آخرين الدونو ترحيب. فليتفضل مشكورا. إن الضرب والضاربات والوالدين والوالدات والأساتذة الكرماء والضلبة أيضا من السابقين الأولين واللاحقين اللاقرين مشايق الكرام ضيوفنا الأعزاء وضيوفنا الكرام مشاركين اللوفياء وحاضرة السادة والسيدات والمجلس جميعا أولا أهلا وسهلا بكم حللتم أهلا ووضئتم سهلا أجبتم وشرفتم وعظمتم دعوتنا وأثلجتم صدورنا وشاركتم معنا في احتفال مع أن القلب يبتسمكم وكنا في انتظاركم أيها اللوفياء فشكرا لكم على حسن حضوركم معنا وبالتالي أود أن نزف إليكم تحية معضرة بالحب الصادق تحية تثلج القلوب وإنها لو كانت مستشعرة عرفا لفاعت رائحتها في الجهاد ولو كانت تحس بالذوق لصارت أحلى من الشاد فيلصق اللسان بالحنك لحذاوة مذاقها إلحاحا فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد
السادة والسيدات، فأنا واقف أمامكم مسالة عن نفسي ونيابة عن زملائي لأقدم إليكم كلمات كأسجد مزينة بإعراب وبناء، ما دام نحن نودع حقبة من تاريخ حياتنا مليئة بالحب والتقدير، إنها لحظات حامسة في التاريخ كل ضارب منا، واللحظات ممزوجة بالشوق والمودة لنودع هذه المرحلة التي عشنا فيها أجمل الأوقات والحين في الفصول الدراسة إلى مرحلة جديدة، وإلى اللحظات تحمل كل معاني الحب والتقدير والاحترام. معلم الأفاضل، لقد رسمتم ابتسامكم على وجوهكم على الرغم من التعب والإرهاق ليكون الأمل لنا في المستقبل إن شاء الله، فشكرا لكم على حسن تعاملكم معنا. أما أنتم الآباء والأمهات فلا شك أن لكم فضلا، وشكر الله بحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. وحينو وحيق الدونا حمزة شيخ حسين مرسل وكهر للدونا فضلك وعلمك اللي هي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى أيضا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن طلب العلم من أسمى المقاصد التي يسعى الإنسان إلى تحصيلها، فهو أعلم ما جد فيه الطالب ورغب فيه الراغب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإننا اليوم نتحدث عن فضائل العلم كي يشمر المجتهدون عن ساعد الجد ويسعوا إلى تحصيل العلم النافع الذي يورث الخشية من الله عز وجل. الأمر الأول، مكانة العلم وفضله. أول ما ينبغي على المسلمين أن يعلموه من فضائل العلم أن للعلم مكانة كبيرة وفضلا عاليا لا يعرف كنه ولا يدرك حقيقته إلا من تلذذ بطعمه وحصل على المقصود منه. والله عز وجل أثنى ثناء كبيرا على العلم وطلبه والاستزادة منه، لأن العلم الصحيح يقود إلى المعتقد الصحيح والمنهج السليم، ويبين للإنسان ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده في أمور دينه ودنياه وأخراه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة كانت وما فيها إلا في غاية البعد منه، وهو سبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلم يكن يقرب إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه، ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم، فهو المستثنى من اللعنة.
واللعنة واقعة على ما عداه إذا هو بعيد عن الله وعن الدار الآخرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم على العلماء فقال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. وأقصر كلامي بأبيات من الشعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه الجحافل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. وكاساد علمي جاي فضلي قول لي هاي ما عدك وحا وفرنا وحاوي لغة عربية شعار كاننا وحوية هاي: تعلم العربية فإنها تثبت العظم وتزيد المروءة. وحفلة شعار كيرا مركا عبد الحكيم محمد كنا وكهل للدون اللغة العربية أهمية أي لابا هاي إن كان اللغة العربية قرنين لبكا وكسوغين هاي. فضل. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه لينابيع العلوم والحكم. أما بعد، إخوة السادة والسيدات، أولا لكم منا تحية دار الإسلام، وجعل عنوانها السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا، حديثي معكم اليوم يدور حول فوائد اللغة العربية وأهميتها، مع أنني لا أتمتع خبرة المعلمين ولا بيان الواعظين ولا تجربة المجربين ولا عبقرية العبقريين ولا حكمة فيلسوف، ولكن أنني أجرب وأغضي المكان الشاعر. دعوني اليوم أضرع إزاءكم كلمات مزينة بإعراب وبناء، فأقول: تعرف اللغة هي أصوات يعبر كل قوم، ولها فوائد كثيرة جدا جدا، منها الاستعانة إلى فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التصرف في تسمية شيء واحد كالتسمية المختلفة للاختلاف الأحوال، كالتسمية الصغير من بني آدم ولدا وطفلا، ومن الخيل فلو ومورا، ومن الإبل حوارا وفصيلة، ومن البغر عجلة، ومن الغنم سخلة وعناقا وحملة، ومن الغزل حشفا ورشأة. فنقول مثلا: نبح الكلب وصرخ الديك وهمم الأسد وهيثم الريح. فهذا ممكن ومعقول أن تكون برهانا وحكمة دامغة على أن اللغة العربية هي من أفصح اللغات. فقال الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. وأما أقوال العلماء في هذا المجال فكثير جدا، منا ما قال جلال الدين السيوطي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول مصطفى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال البيهقي:
إذا كان المحدث لم يعرف النحو فهو كالحمار على رأسه مخلات ليس فيها شعير. فشكرا بحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن التعلم اللغة العربية هو أمر واجب، لذلك ينبغي للطالب أن يحييها وأن يعتني بتدريسها. طيب، وحين وحي الدونة لف دورت معدك، معدك انت هذا المها أخرنيان والزياد وحوفرنا اللغة العربية كليئة. قاب كي معدك اللغة شكيستا لغة عربية. وحين بالله دونة عبد الناصر حسين كينان عبد الشكور محمد إسماعيل، تفضل. أخي العزيز، أودي لك ولمن معك بالحضرة التحية مقرونة باسمي مع الحب والجلال. بعد هذه التحية الوجيزة، كيفك أولا؟ أخي، كيف ترى أن نواصل الحوار معك؟ كل شيء على ما يرام. أخي العزيز، بالغت في التحية فغلعت عيني وغلبت شعور التحية والأخوة، لكن فلا بأس، اطرح ما لديك فسترى ما أنا فاعل. أخي، أين نولع الضوء علي هذا اليوم الميمونة؟ في أي مجال وقع لك الاختيار؟ حسن، ولكن قبل أن تتطرق إلى موضوعنا الحادي أسألك. أيوة. أين يبدو من وجهك علامات القذب، ولكن لا أعرف ما تريد. أريد ما أريد ولا تعرف ما أريد. لماذا؟ ألسنا زملاء في فصل واحد؟ ناهيك عن ذلك يا مسكين، ولسنا من وطن واحد. أنا من كينيا وأنت لا أعرفك من أين أنت ومن أنت. أخي، تتكلم كذي المترارع عند جدتي إليك عني، وإلا سألقنك درسا لا تنساه أبدا. أخي، أنت بديء اللسان، اتسمت بالشتم والبهرجة، وكلامك حمق وحلو وحديث الأطفال. أليس من الأحسن أن تنحرف عني لعابك قبل ما يغلي الدم؟ أخي، أراك دائبا مجيدا في الدراسة، لكنك لا تحترم مع الآخرين، فإن في كلامك شطم وشرطم فلا بد لكل دارب أن يحترم من يعرفه ومن لا يعرفه. وأنت يا أخي، كف عن هذه العادة السيئة، لأن بعض الأحيان توجهك مشكلة في أحد زملائي في فصل، لكن عليك أن تصبر وتغفر وتخلي. الله يسرك أن تعامل ناس كما يعاملونك. كنت سابقا مدعك ومسرور مع الطلبة كما أنت تعرف، لكن بعض الناس يبتدل إلي بالنظر احتقارا، لذا أكافئهم بالتراب وعبوسة الوجه، لأن الجزاء من جنس العمل. أخي، أنصحك بنصيحة ليس بعدها نصيحة. ما هي؟ أنصحك أن تكون كثير حيائي والحفظ، قليل حقارتي والاستهزاء وحسن الخلق، متكيف مع الناس، وأن تعمل مع الناس بشاشة الوجه، وأن تترك الازدراء. وهذا آخر كلامي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين وحي الدونة عبد الرحمن نور معلم يو أبو بكر آدم علي، تفضل. أقدم إليك أحسن تحية أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، كيف حالك؟ حالي طيب. وبعد التحية ترددت علي سؤالات في ذهني، فهل تقدر أن تجيبها؟ أخي، واجب علي أن أجيبها عن كل سؤال كما هي، ولكن ما هي سؤالاتك؟ يسرني بأن أسألك أحوال الطلبة الذين يذهبون فورا عند انتهاء الحصة، كيف ترى؟ هؤلاء لا تعلمون اللغة العربية طول حياتهم، لأن في الحوارات فوائد يذكر ولا ينسى، ولا أحد يقدر أن يتكلم لغة بدون حوار
وهذا ليس على حسب قولي ورأيي، بل يوافقني دمع الدموع، ولكن أرجعك من سؤالاتي فهل من جواب؟ تفضل. أخي، أين تدرس غير هذه المعهد؟ نعم، أدرس مواد جمة، ولكن أجتهد في دراسة، نعم، أدرس مركز غير مسحور من هنا، واسمه مركز الإمام البخاري. ماذا تدرس؟ أدرس مواد جمة، ولكن أجتهد في دراسة اللغة العربية بشكل خاص. كم فترة تسارع مع هذه اللغة؟ 9 أشهر وزيادة. ماذا أملك الآن في اتجاهك باللغة العربية؟ والله عندي أمل ممتاز. أخي، أين اختبأت في هذه الأيام؟ كنت منهلكا في عمل خاص. ما شاء الله، ارتديت بأفقر ثيابك طبعا هناك حفلة التقريج. نعم، العاقل يفهم الإشارة ولا يحتاج إلى قولي. شكرا. أنت أولى بشكر. بارك الله لكما فشكرا لكم. ولحواراتك وإنوسي سعانية وحين وحيق الدونة عبد المالك محمد كنو يو آمين عبدي، تفضل. أخي العزيز، أقدم إليك أزكى تحية وأهل السلام، تحية مقرونة بماء الحياة والاحترام، تحية لو كتب فيها القلم لانفجر، ولو نطق بها اللسان لانقطع بعدمها وشانها، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك، من أين نركز الانتباه في هذه اللحظات الوجيزة التي تمر علينا كالبرق؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي المحترم، وقفت أمامي والطلب لنأخذ الحوار ولنتبادل بأفكار ندية بعيدة عن القضاء والاستهزاء، ولكن قبل ذلك كيف حالك؟ على المستوى المدلوب وصم على العسل، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. أخي العزيز، أخي العزيز، يسرني بأن أسألك أحوال التعليم المادي، هل هناك فرق بين التعليم المادي والتعليم الحاضر؟ نعم، هناك فرق كبير، ومن تلك الفروق أن فرص التعليم كانت قليلة، حيث كان يلتحق في المدرسة قليلا، وفي الغالب أبناء الأغنياء وسكان المدن. أما اليوم فقد أصبحت التعليم حقا لكل مواطن، فلهذا كثر عدد الطلبة وانتشرت المدارس في كل مكان، فلا بد أن نحمد الله ونشكره، أصبحت التعليم كالماء والهواء. أخي العزيز، الطلاب السابق هل كانوا يشعرون المشقة من جانب التعليم؟ نعم، الطلاب الماضي كانوا يسافرون من بلد إلى بلد، يعبرون مسافات بعيدة. أما اليوم سهلة، عندنا سيارات وطائرات ودراجة كما تعرف، ومواصلات حديثية وغير ذلك من التسهيلات. أخي العزيز، أخاف كثير من الناس أن تفوتك الفرص والزمان، وأنهم لم يغتنموا هذه الفرصة الغالية التي لا مثيل لها. أرسل إليهم مقولة وجيزة، وهذا ليس على حسب قولي ورأيي، بل يوافقني جمع الجموع، تأتي من نفحات قلبي معروفة بالحب والاحترام، وأقول لهم بادروا الفرصة واحذروا فواتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. أيام الحداثة فاقتنموها، ألا إن الحداثة لا تدوم. شكرا لك وجزاك الله خير الجزاء، فقد طرحت عليهم كلمة تهم على الجميع والإفراد. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله وبركاته، بارك الله لكم. ولي وحن كل حجرنا حواراتك وحين وحيقية يحيى سراج أحمد يا عبد المالك عبد الرشيد عدو، تفضل. أخي العزيز، أودي لك من فؤادي تحية حارة كحرارة الشمس، جميلة كجميلة اليوم، مترجيا لك أطيب الأوقات والحين. وبعد التقديم التحية، كيف حالك؟
أتمتع في الرقاء والسلوى والحمد لله. أخي العزيز، أنا اليوم في حالة الاستعداد الكامل أن أشن عليك هجوما ظاهرة واسع النطاق وأهدف ترسان دفاعك ولغيري، فهل لك من دافع؟ لأني أعتبر كنت بطيئا متأخرا في الأونة الأخيرة. أقول لك بصراحة، لا تلعب على دومك يا مسكين، أنا في حالة التأهب الأخير بموجهة نجومك ولغيره، أما أنت اتزمت الاستفزاز فقط وليس عندك شيء، إنما أنت تقول ولا تفعل وليس عندك قدرة فعالية. أخي الفاضل، هذه كذبة وافرة، وأرى أنك نطقت أرض العبارات ينطق به الإنسان، ووصفت نفسك أنك كالأسد وليس كذلك بل أنت كالبعوضة. أخي العزيز، نظر في المعاكسات وابدع لنا الحوارات الندية. أخي العزيز، أقدم إليك الطلبة لنأخذ محادثة محورية، كيف هي؟ نعم، هي فكرة جيدة، مع الأسف إنها دهشة وكانت تتطرق في فؤادي سابقا، مع الأسف ما دخلت هذا الموضوع. نعم تتكلم، ولكن أين نولع الضوء وتكون نقطة الحوار؟ نعم، يشكو الشباب مشكلة عظيمة، وبالذات غزوة الثقافي واللغوي وزي الإسلام، وفرض اللغات الأجنبية، وقد تعثر بعض الشباب مع الأسف الشديد. أخي ماذا تقول؟ عندي سؤال تتعلق بعض الشباب اليوم. فضل يا أخي، وآت ما في حوزتك. أخي ماذا تقول عن بعض الشباب الذين يشربون الدخان ويقولون أيضا أن الدخان يفك الدماغ وتمشي ممتازا وأنت مرتاح البال؟ سبحان الله يا شارب الدخان، أليس عندك أذنى عقل؟ أما تعرف أن الدخان سبب في مرض السرطان والتهابات الرئوي، كما أنه يسبب مرض الشيخوخية وضعف الجسم البشري وتبليد الحس ويهدم حياتك وأوقاتك، إضافة إلى ذلك بزيادة الوفيات نسبة إلى العالم، ويسبب أيضا أمراض الفتاة واستهلاك دخل الأسرة. وهذا آخر كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وجزاكم الله خير الجزاء. لوظن من حوار قولي وحقاها دي آن يرى أفصوماليه وحولي دي نيهو سيدو أركتا بلين تمانت سيجارك عباية هدى مالي سيجارك وحوف الفرا مسكحدة وحان صعون يساء أدكو فهمي دي دم يستيران تاعي وصيدنا وقود جوابي ميين الأغي سيجارك إنه السبب حنونة كنسر إنه السبب حنونة الدلاجة إن قفك درانيه صدقون دقون وكدك أيو ربو حالينا بارك الله لكم إن شاء الله تعالى موضوعين أما برانش كينا حاجة أردها كسر سن وهو إنو دماغي وحا إنو هاري هل من وإنو آخرين دونا بعض الأشعار التي تحثك بالعلم قبياك وقبورين هي علمك. عبد اللطيف محمد إسماعيل فليتفضل مشكورا. أريد أن أقرأ بعض الأشعار التي تحثك بالعلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يذق ضل التعليم ساعة تجرى كاس الجهل دون حياته، ومن فاته التعليم وقت الشباب فكبر عليه أربعا لرفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وقال الآخر: تفوق قدم كل علم، فإنما يفوق امرئ في كل فن له علم.
فأنت عدول الذي أنت جاهل به والعلم أنت تتقنه سليم. وقال الشاعر أبو نواس: غير المحادث والجليس كتاب تقرؤ به إلمك يا أصحاب، لا مبشى سرا إذا استودعته وتنال منه الحمة والصواب. وقال الآخر: العلم يرفع بيت لا عباد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. يا طالب العلم لا تركن إلى الكسل، واعدل فقد خلق الإنسان من عدل، واستعمل الصبر في كسب العلوم، وقل أعوذ بالله من علم بلا عمل. بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء عبد اللطيف محمد إسماعيل أبو نوتوري. بعض الأشعار التي تحفك بالعلم أريد يقول هنا يا العلم غير بارنه الله نهينه وأنفعه برنامج كيني حق أبدال القصر سنة حلقة وقضى ماري وحان سودوين يا شيخ صالح تفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مرة كوبات الله سبحانه وتعالى أي ما هذا طن السقناتي الله إسكو كان كيني مجلس كان قيمها بضن وسو جمعيي الله سانو مهد علينينا هذين يمالن أي نعموين كيسا يقلبها وإنو قلي أي دوشينا كسو عضان وحان كلو مهد علينا يا مرتبة علي مضاله أي نوسو مرتيي أي حفلة دان قيمها بضن كسو قيب قلي يا والدين تا أردوان قلن جمين يساب الشي دوالك كسو بحيي يا دمان أردوا يا أنا وقت بدر كبير هي تعلمت اللغة العربية يا أنا ونوها العينية ما هذا كذب مركز كان وحال أساسي بشي لبعد سنة اللي وكوني صغاري تبانكي أيان أساسني ذكتي المسائل كالهدى أكتيسة أيان لبقى لكم بلاوني كدبوا عن صور إغنيو دكسي أبدحي سانكو أخرين إغني أبينكي كدبوا دانا كورونا بعد عاي كالعرر بعد عاي مدى كدب دور بلاد كدب قولي أنا عند جانا هي قول كاملة أيكو أخر السنية تربا أردبا وصدا أردي وقاركوت رقوين ورهيرا لأي كجران وحما الشمالينكي هذينكي لما عد كسو قيب قلو ان مقصد كا يهدف كان مركز كان كرهين ان افرني يوحوا مركز النهاري وحاكو فكرني ان معد متونة حفظ المتونة ومتون تلواغ ريو وقابك حلقة كسو عضو إلا نغرينو مركا وحبادا ملاحظيني ونفيريني عينو صوب بحضي إن أي المها إيوان لوقة عربية برانين ووحبان كفهمين ولوقة ببعان قرنين ما دام الدين تنبي إسلام كا أي تاهي لوقة عربية قرآن كان إلهي وكيري إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ما لبضن إلهي ساكله سبحانه وتعالى وحان وارقني إنا مبلو قد عربيك المهي أن تمهيد يقول لك أغرقنا سيأي دين إلهي سبحانه وتعالى كتابك يسونا أي أفهمان أي أن يقول لك أغرقنا كدبنا مركا أي لقد عربيك أي وحكا فهمان أن موادي كلي دروستي كلي هذه السيرة هي
هذه أي فقه تاي هذه وحديث هاي موادي كله دين تاع مفروض تكله دين تاع مركا عند حقلنا أيان وارقني وحكر الجرد وقتهين بلا هذا أننا عند قلنا هاي وحجر عرف رب بدن أو قرآن كده ميجي دكسية بدن أو كله دوينا قرآن كده ميجي هذا تين دكسية بدن أي بلا كوي الله سنة كي أنت سو عرف بقرآن كده ميجي markay dhameeyaan quraankii dugsiga uu ka soo istaagayaa wuxuu leena quraanka waa dhameeyay tiiba cudurdaar u noqonaysa wuxuu doonayaa dugsiga inuu ka baxo oo halka maxallahay duurkiisa ku galo halkii misaaga mar aan ku tukanayno aad aragteen bacda magrib oo kale safuufta dambo dhan waxa ku jira waa dhalinyaro da'dooda 15 jir ilaa 15 ay u dhaxeyso ayaa meesha ku tukada waa dugsiga dhigtaa intooda badan ay dhigtaan ay san jirin quraankii bay dhameeyeen kadibna iskuulkii baa loo daayay meel kale aadan male madrasa waxayna u soo gaysa wiilal ah madrasada asalayn iyo najaaxda ay taamta ayaa ina u soo keya halka ay jirtaa ogtihiin madrasada gabdhaha ee fadhi la yiraahday agta nabaca halka gabdhaha meelaha si aadaan laakiin kii kuray la dhigi jiray meel weeyo male iska taagan yahay hadii markuu iskuul ka imaado 10 saac ama 10 saac iyo bar ama 10 ka uu ka imaado oo la yiraahdo asleenka aad ee lugu madrasadii aad intuu dhaxda si socda waqti ka dhubaya waxa laga yaabaa ka wax kale dhaxdan beer ku ciyaarayaan inuu seeyo darsamada si soo laabto madrasadii baan ka imaaday oo waalidkana uu sheekeyo ayaa dhici karta markaan aragnay in xaaladaha qaabka ay u socdaan iyo qaabka ay wiilasha dhalinyarada 15 markuu gaaro telefoon screen buu qaadanaya waxa la tan darbiyaha habeenkii meelo badan bay fadhiyaan waxa ka mid ah meelaha ay fariisan jireen gurigan wifi baa ku jiray dariska naga ah darbigiisa way fariisan jireen waxa gala jira halka barwaaq misayga barwaaq agtiisa guri ku yaalo oo county ay galiyeen wifi isagana oo habeenkii ay muddo dheer ku gaaraan dinka meel ka helayaan magana waxan baa u soo qaadaya oo keenaya halkaas ay ka helayaan ilmeena social media halka ay ku galayaan sheekha hadayna wacdinayne waxyaalaha uu uga digay waalidiinta waxa ka mid ahayd inay caruurta iyo da'yarta inay ka ilaaliyaan social media social media wanaagna waalayahay sharna waalayahay laakiin anigu yar oo aqligiisa wali uusan kala guin oo arday ah social media hadii uu galo dhibaatooyin badan buu kala kulmayaa inuu inxiraafo qatar galo duur galana way dhici kartaa oo waa suuragal hadda intuu cudurkan jiray oo iskuulaha ay xirnaayeen waxaa jiray caruurtii fasax bay ahaayeen badankood meeshii la mashquulin lahaa ama qur-aan lagu mashquulin lahaa ama iskuulkiiba lagu mashquulin lahaa qaarkood baa waxaa la yidhi waxay bilaabeen baqaadka qaadka inay cunaan ayay bilaabeen dhalinyaro wey yaryar ah waa weynaha waa 17-16-15 yaa bilaabay waxaa kaloo arki kartaa markaan misaga ku tukanayno dhalinyarada daada ah bal madaxooda fiiri 95% madaxooda qaab aan ahayn qaabta diinta islaamka ogoshaha intimaha loo jarto uma jarno hoos bay ka jaran yihiin hoos ayay ka jaran yihiin ciyaartooy bay ku xiran yihiin ingiriiskay ku xiran yihiin yurubtay ku xiran yihiin nin walba ka wax taageero u yahay oo uu ka warhayo la xisaabtamo halka ay marayso inta kaalay qaaday uu og yahay ayuu la socdaayo xaaladeeda og yahay waxyaalahaasi cadowgaadi aad dhashay waxaad doonaysa waxaa weeye intaad nooshahayna inuu ku anfaco haddii aad dhimatana inuu ku anfaco adduunya aakharaba waladkii aad dhashay ama gabar ha ahaado ha ahaato ama wiil ahaado inuu ku anfaco intaad nooshahayna uu ku garab qabto maxaa yar waa lagu daalayaa waa la korinayaa waa xanuunsanayaa oo istaal baa la geynayaa waxbarashadii baa laga bixinayaa waa lala tacaalayaa laakiin cudurkan iyo dharla-aanta iyo daahirka kore inta badan inaan cilaajinno aad baan ugu degdegnaa laakiin xagga qalbiga iyo cunuga mustaqbalkiisa dambe iyo ayihiisa dambe waxaa laga yaabaa inaan cinaayo weyn aanan sii siininba aad baan uga fikirin halka uu ku maqan yahay iyo dadka uu saaxiibada la yahay iyo halka uu ku jiray iyo
xaalkiisa meesha uu marahayo iyo inaan inta badan la soconin baa laga yaabaa. Laakiin arrimihiisa kale, buuggii ka maqan iyo iskuulka u fiican iyo waxbarashada isku meediga meesha uu marahayo iyo haddii uu xanuunsado iyo haddii uu arbax u baahan yahay iyo waxaasoo dhan waxaa laga yaabaa in badan inaan u degdegayno. Laakiin dhanka kale aan fiirinin canuga haddii mustaqbalkiisa ilaahay wanaajiyo, xaalad kasta oo dhibaato uu soo maro waa la iloobaya, waa laga tegaya. Ama gaajaha soo maro, ama arata soo maro, ama akhris yari iyo meel fiican oo uu akhris u aada ha waayo, marba haddii mustaqbalkiisa ilaahay hagaajiyo subxaana wa tacaala, waxaas waa la iska iloobaya. Waxaa loo baahay in badan oo aad u badan inaan ilaalino ardayga ama canuga yar ee hadda soo baxaya, maxaa yeele waa dad yaryar laakiin beri jiilka annagana bedelaya wey, ee imaan doona, culimada noqon doona, siyaasiyiinta noqon doona, odayaasha noqon doona, hogaamiyeelka noqon doona, waa iyaga. Sigaaru qowmin kibaaru qowmin aakhariin wey, yacni qolahada yar ya waxay noqon doonaan dadka markaa u waaweyn bay gaari doonaan. Marka ardada dadka nooca ah hadda haddaanan la dhisin, waxaa soo baxaya jiilal fasahaadsan kuna xiran galbeed iyo gaalo ku xiran baa soo baxaya, kana fog manhajkii nabigeena salawaatullahi wasalaamu caleyh. Hadda ayaa waxaa la doonayaa inta aan noolnahay mas-uuliyad iyo waajibaad baa naga saarane, bal inaan ka dadaalno ardayga waxbarashadiisa diineed iyo mustaqbalkiisa adduuniya midkiisa aakhiraba inaan fiirinaa la doonaya. Marka arrinka yaan la fududaysanin, yaanan loo arkin wax iska caadi ah oo iska sahlan, yaan loo malaynin. Tarbiyada waa wax weyn, diintana canuga oo la tarbiyeeyo wax weyn bay ku xirtay. Inay wax weyn ku xirto waxay sabab u tahay inay tahay yacni tarbiyada nafteeda mashaqo iyo dhibaato lagala kulmayo. Ardayga yar ee caqligiisa weli u kala bixin inaad tarbiyeyso oo jidka khayrka iyo wanaagga aad ku tarbiyeyso in badan way adag tahay, ma fududo, wax fudud ma aha. Waa wax habeen iyo maalin loo soo jeedo oo sacyi badan u baahan, oo fikir badan u baahan, oo in badan inaad ku mashqusho u baahan. Waxaan kusoo gabagabaynayaa jazaakumullahu khayran. Cadaabtiin in hadda waxbarashooyinkii xirxirnaa la fasaxay ayaad ogtihiin. Ardada hadda waxay ku akhrisanayeen, ani gurigayga ku akhrisanayeen. Hadda meel baan u helnay, afar qol baan helnay, afartaa qol baan ku wareegaynaa haddii la haydno xafladan kadib iyo fasaxa yaray qaadan doonaan kadib, afartaa qol baan ku wareegaynaa oo kira ah, oo macadka aan u kiraynayno. Waxaa la doonayaa markaa in ardadii halkaa ay soo xaadiraan kuwii takharujay ee hadda qalinjabiyey ee marxaladan hadda ka baxayna, inay halkaa daraasadoodii iyo waxbarashadoodii ka baxsanayd intaa inay halkaa kasii wataan. Ardada ama ilmaha buurada jooga ee inta badan masaajidda iyo meelaha dadka akhyaarta inta badan ku dhidhibo, hadda xalay meesha masaajidka heeradiisa isku dagaaleen, kuwaa lagu kala reebayay, maalin walba rabshadooda way taagan tahay. Waxyaaba looga badbaadi karana waxaa ka mid ah in lagu tarbiyeeyo diinta Islaamka, in lagu tarbiyeeyo oo macadka la soo geliyo. Bal waa ogtiin intaa ilmaha joogaan iyo macadka maalinka aan bilownay bishii labaad 2019 baan bilownay ilaa yowmina hada 30-kaas aan haynaa. Laakiin annaga 30-ka ayaa nagu filan xaqiiq ahaan. 30-kaas haddii la hagaajiyo, la tarbiyeeyo oo diinta Islaamka lagu tarbiyeeyo, waxna ay bartaan wax Ilaahay u qadaro, waxay anfici karaan mujtamac aad u badan bay anfici karaan. Laakiin waxaa la doonayaa waalidka caruurta leh ee ilmihiisa ay 5 iyo 6 yihiin, bal caruurtaada waxbarashadooda inaad ka fikirto ayaa la doonayaa. Waxaa kaloo jira ogtihiin inaan lacag tabarucaad ah markiiska aan u aruurinayna muddo dheer laga soo bilaabo, oo aan doonayna inaan dhul ugu iibino annagoo meel quban gaarin cudurkii baan ugu kor dhacay, halkii bay ku kitibtay. Haddana dib baan u bilownay, waxaana doonaynaa inaan yoolkeenni iyo qaayadii markii hore aan u bilownay aan gaarsiinaan rabnaa haddii la idmo insha allahu tacaala. Dadka muxsiniinta ay tujaarta iyo dadka maxallahay ah hogaamiyaalka ee mujtamac hogaaminayaan inay arrintaa aan u bandhigno, oo nin walba ilaahay subxaana wa tacaala wixii u qadaraan ka soo qaadno, kadibna aan dhul u iibino
كلمتين انت سانكسو كبغينيا وبالله توفيق وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء شيخنا شيخ صالح. كلمة دائرة ونغدر يا الله ينوغ أنفعا سجن الله هكايد السيو وحي نوحي يا شيخ محمد سراج حيري فليتفضل مشكورة مرة ثانية على رسول الله إلهي ومهد إذا الكذا أوه أهاتي مرة رأي مرضن ببع إلهي ومكو شكرنا سبحانه وتعالى نعموه ينكي سفرها بدن وينتهي نعمة الإسلام والإيمان ثم انت كجدال شكرك وحقر سيسيني هاي علومة مركز كان ومدحدة ومعملياشة يكون معلمين تاه يكون والدين تاه رك يضم أربع يو أردادا إذا الكوضة ويمهد سيين سلاسو كلي وحا شكري مدن مدحينا يجيف كينا حافدينا جيف دي قو جزاه الله خيرا وإن بدن آن ميلا ديني ومناسبة سكوغو إمانو بينما جيففكي هوري آن أركي جيرني أنا قوائدي كي يردوخصنا هايو دولة دي هوري كانو واسو غارني وحيو إلسكو قصب هايو برسالة إلا تاو وجيففكنا تدكا توم هايانا من سو غارني هذا جيففكا ومارك تاي ماشي حفلة دي دينته كو يير هايانا ونعم إلهي سبحانه وتعالى ونسي جيف وكسو دويني جزاك الله خير وحاكا لغو مارك تاي شكرين يوسو دوين مدن علومة دا فراها بدن ماشا كسو قيبغا شاي يو دادك مدح دا يو دل يرادا إذيل كينا ود مهسنتي وجزاكم الله خير رنتي وحام فيلها يا في ميديان والدوها يا فيديو غان اما دمحوها محاضرة اما درسي غان والدوها يا شخصان حساسما ويوتيوب جوجل دونا ادوينا ودنا ولا داونايا مركا من باب التوثيق العلميه بالنسبه للاخ المقدم عندما كان يقدم استدل حديثا له يقول انا افصح من نطق بالذات اسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا اصل له قاله ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من الحفاظ أنا أختار باللغة العربية وأكتفي بها للتعليق والذين سوف يطلعون بهذا الفيديو سيعلمون أننا لم نقر بذلك علما بأن المركز مركز إمام البخاري أنت سوحيرا وتعليقا يسكاها خير الله دين سيو ميشن أنجوغنو ومركز إمام البخاري خاصة مانتا قسم اللغة العربية aya maaragtay lagu maamusaaya runtii arinta ayada aad iyo aad baan aniga oo farxay culimada waxay dhahaan wafi taraddu fil ulum al man'uja inta aman istawqa lam yakhruja lama ka reer Mauritania beedkaas aad bay u qaadaan culimadooda shanaaqada nimanka la yiraahdo oo mutunta aad u xiftiyaan culimadooda beedkaas aad bay isku booriyaan بيتك معنيسة وحاوها وفي تراد في العلوم المنعجاء علوم تائري هل مرة لسكوت نحضره أو هل مرة اللو واللقوه منعي أياكو صعر وربايدين انتو أمان استبقاء لم يخرجاء لو متانا هداي دوران إنا يتشان مصابحة هيان شيخ محاد أقوها جسين كلمة ديني إقي لقاري عمداء شيخ نشاق علي قورة رحمة الله عليه وحيره مرة البوا آخر سكوا مع نشعل جروا ودو عينينا كلموني كيسنا وسوت تبينا أصل هذا هاي وحيره يا شيخ يا لكاري يا وحيارا هاد أتكين هسان مرجع وحيره شيخ يا علم بدل بعيمله وحلي قد يسرى مرهني وجوجرية ساسلا هذا هدي حلوة يا جوس يا على بالله قايمين هاي مرجع كلمة دي ما أنفع سسمع ما جعل الله الرجل من قلبيني في جوفي وحيره توحيرنا جوجنو رنتي معدك مركز كان ومارك تاي مركز الإمام البخاري لتعليمي محوها للتعليم اليوم ماموس كان يصاب من دقين قسم اللغة العربية وحيكو تصني ساعة بيتك هدى الشيء يقول لقطه وفي تراد في العلوم المنعجاء انت هو أمان استبقى لم يخرج ما انت مركز اللغة العربية يقارو إكرامين
برنا سينو شغين فنونتك على إيمان دونتا وجزاهم الله خيرا رنتي وحان فيلها يا رقي ولا هاللي لقصوا بالله شيخيني شيخ بشير إلى شيخ مامولها شيخ صالح أدن به إيو أردبي أردب وحان ديه لهم بايدهن وحان فيلها يا هذا اللهم ده هو عندها ياه محاكده من بالله قيبة رنتي مركا آدي آد بار أفرح سنة يعني مانتا وأنا مستفيد بان هاي وأنا فائدة سنة هاي وحبان بان كفائدة ستي ولما وحان تمني يي إنكستون أنا جيران إذن الله هاي ماشا آن دقنا هاي دي كمفوقي مركا نمان هاي ماشا قلو يقا يا ماشا صعب بان قيمت ونقول بسيد دهالين با شيخ صالح جزاه الله خيرا دروس الصلاة دي مساج كاخر يوم ستوسا ماشا أولا قي سنة ورمى قلنا لكن هاي الشيء وحوا حدا مسيد دوو oo garsa academy meesha la dhaho xogaa way arfogtahay aad baan u tamaniyay inaan ma aragtay xaafadan jiraan lahay oo ilmahayga ay ka soo qayb galaan waan ma aragtay la xasada ila fitratayn wa idin xaste ma aha xasidnimada xumaad ma aha wa idin konto way marka jazaakumullahu khayran allah inni barakeeyo runtii waxaan filayaa xaafada dadka degan kuwa ka soo qayb galay iyo kuwa kale oo maanta way joogan waanay maqlahayaan waan soo dhaweynayna walaalaheena markaskan ay meesha ka fureen iyo macluumaadka ay soo bandhigeen waan ku kalsoonahay runtii macadku waa bilaaw si la sheegay 19 kii la fure haddana waxaan joognaaba 2001 inkastoo taariikhta inaan la xisaabto aan banaaneen sida culimada ay dhahayeen salafka sheekh Saalix Al-Fawzan iyo qeyrkii saba waxay qabaan taariikhdan hadda dowladda nasaarada ay tirsato oo 2021 aan leenahay inay muslimiinta aanay waxba ku tirsanin ee fiican inaan xoog saarno taariikhdan islaamiga ah oo 1442 taa inaan xoog saarno laakiin mushkilada naasato waxa weeyo dad aqaliyad muslima ayaa nahay oo dowlad nasaara ku dhaxnool nahay muxuu ahaa macaashkii iyo mashaariicii iyo shaqooyinkii iyo akhriskii kulli ay waxay ku tacaluqaan maarag taariikhtan ay ayaga dajisteen marka waad ogtihiin taariikhta waa hijri islaami wey marka macadka waqtigiisa waa dhow yahay wa maca dalika ardadii meeshan soo istaageen oo hadlahayeen af carabi maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad u fiican bay ku hadlayeen marka waxaan u rajaynaa hadday 5 sano 6 sano ay ku jiraan inay maaragtay meel sare ka gaarahayaan oo si toosa ay u aadi doonaan jaamacaadka jaamacooyin baa ka furan magaalada جامعة المستقبل جامعة أمة ويكفريه إيه جامعين كلا ومارا فرع عبا واجران مركا رمتي حافظا علماء الجوبين وانكو شكرنينا جزاكم الله خيرا دوركي نواد قالتين مركا وحان ليه والدين ته جزاكم الله خيرا إذن كان حولهن أخرى أو كبحية ميلهن وعلا مسرحية وحليرا هو مسرحية ما قانا صبالي محلا مسرحية مسرحية يربان ميل كبحية دقن كينا أنا حالا جوه مسرحية لو حاويو نمبا وحي أغجران الماء دوكسي اسقول أو مارك تاي خاص أما براك هيتو حلي إلا هون أو قالي أنا وي أغجران مركا ساعة عنوكي لا بابا قلب وصور هادين يا أرضا يجي دوكسيغا أبا ومانا أبا وقت ظاهرة جوغو قدي أو مرأي سرندية ها انتو حرتي سرينتا اسقوك لبحي أيو إمانا أبا هي معلقة إصادر الله بقول على الرحبة markaas uu shaar iska feeg oo meeshi aan la weeyin saxba la gashanin boosaa intuu u taabto dhe 200 lama hayaa iska tag walaa uu xanaaqa wuxuu dhe macallinkan imigan cunuga ugu soo dareen muxuu yahay isla markii la gaari hoonka isla yeerina markaas uu dhaha muxuu ahaa gaarsigan markaas allah waa faahim juwa iyo meeri oo ka imaadeen meeshi isguurki ka imaadeen oo faatuur ay ku wadaan oo ilmahaadii ku jireen toto lacag 75,000 lagu leeyahay markaasuu la boodaa fura oo khasnadii uu fura 75,000 oo bixina lacagta 75,000 iyo 5 igu u dhiibo meeri iyo fanjua ayuu excuse me dhaa weydina cunugayga ka waramba ayuu dhaa it's very nice by the suuqa isaa u dhii markaasuu homework ma soo qoray haa ma qoo aha inta wuu ku faraxsan yahay wiilkii tabaaraka alladhi nazal furqana dhiganahay oo 200 soo raadiyeyna waa la way taa iyadana waa waaqiceena ay ka turjumaysaa arinta iyadana ma fiicno nin oo macallimiinta iskuulaha ka mid ah yaa waxa laga soo wariyay oo qaraabadnahay hadal uu yiri kulli waaqica muu ka qaatay wuxuu yiraahay war koronaga uuna dhibee munaga dhammaada iskuulahan furanne
horaan markaan xaafadaha iyo luuqyaha aan marayno wiil taay qaba oo kala jiidan oo quruxsana taagnaan jiray, haddana ilma muxuu ahaa tacbaaniin oon soo weji dhaqanin oon soo cabayanin oo dugsi u jeedaan baana dhibeen bal feer arrinta ayade. Maalinta axadda iyo sabtida ilmaha iskuulka aadahayaan dugsiga aadahayaan aad looma danaynay, hataa hooyooyinka ma danaynayaan oo ilmihii uma labisayaan oo quraac ma siinayaan. Quraacdooda markay soo noqdaana la siina afar saac ama meelaha uu soo laamo. Laakiin iskuulka aadaanka hore mu'addinka allahu akbar u dhaho iyo mooyaha sanjabiilka la tumaya isla dhacayaan. Marka annaga nafteyna waa ka qayb galaynaa soomaha inaan diinta hoos u dhigno. Baarakallahu fiikum. Marka arrinta iyadana annag muslimiin haddaan nahay arrintaasaan iska ilaalino. Marka sheekh saalix iyo tiimkiisa akh ismaka sheekh cabdisalaam iyo sheekh saalix iyo odayaasha xaafadda iyo inta ku laran waad mahadsantihiin. Labina iyo maaragtay aad bilowdeen meeshana waa u sabarteen, waxyaala ma'mal aad rabtiinna waad sheegteen. arrimahaasna abshiro ilaahay waa idiin sahlaya, maxaa yeelay arrin fiican baad wadeen. markaska ninkii muslima oo madaxa oo maanta imaado wax buu ku deeqayaa wuuna ku farxayaa. marka jazaakum allahu khayra wa baraka allahu fiikum. ani hadallo badan oon sii dhahayo malaha, inkastooba intaa ay badan tahay laakiin runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay markaskiinan iyo sidaad wax ku bilowdeen iyo maaragtaye tasxiixa aad wadaan, allah idin barakeeyo. keli waxaan markaa ugu dambeyntii dhahaa sheekh saalix musamaha ismka ay iswaafaqaan annaga baryahan magaalada inaad ogtihiin moogi waxaan ugu badan waxyaala aan maaragt loo baahnayn. dugsiyihii waxay iska naqdeen becshira, maraakiisti saas oo kale dugsi baa nin iska furanayaa, xataa alif waxmaalaha ma garanayo asaga naftiis. oo hadda la yidhaaho alif akhri alif ba buu ku dhahaa, ba wax la dhahayna maba ku jirto waa alif. ilaah wana baabi'inan intaa tiraa oon ka dhaqaaq. marka hanta meeshaasaan taagannahay. thaaniyan macaahidda ayaga naftood dadaan mu'ahal u ahaynaa furaya. sheekh saalix waan aqaanaa, jazaahullahu khayra, madrasa najaax uu ka soo baxay, xalaqaadku wax ku soo bartay, jaamacatu ummana waa kasii takharujaya. waxaan filayaa markasku uu ahaayo ammaan isagaan ammaanayo maaha maaragtay inuu soo saaray. inta ka hore meel anoo maray xaafadaha gaaris yaa waxaan arkay qoraal meel ku qoran oo la leeyahay markas muscab ibnu cumeyr litacliim luqaat, markaskii muscab ibnu cumeyr oo luuqooyinka oo dhan lagu baranay. muscabna siin baa loo qoray, muscabka naftiisa siin loo qoray. hadda muscabkiiba haddii siin loo qoray luqaadka lagu baranay meesha maxay tahay? markaan tagsi baan watay waan joojiyey, meesha baan u degay, macalinkii ma joogaa lii dhehe, dadkii joogaan la hadlay waan ku shukriyey. jazaakum allahu khayra, macadka waan ku faraxsanahay. ani sheekh hibil baan ahay, sheekh xiirey baan ahay, xiirey bay ii yaqaanaan dadka. waxaan idhaahay xarafkaas siin meesaad waaye ka bedelle sheekha. runtii nin dhugol nugul buu ahaa, maalintan baan soo maray meesha waa la bedelay. marka taa iyada ninka jamiic luqaad meesha lagu baraayo luqad carabiya funuunteeda oo 21 fanniye oo haddana dhehe siinaan muscab uu qoraa, haddee kulley ma haboono. marka khayr allah idin siiyo. idinka baaragtaay waxaa soo bandhigteenna waa fiican yahay, ilmahana waa yaryar yihiin. haddii waxoogaa akhdaa ay qabeen oo xagga adaha luuqa carabiya ama naxwada ama si kale waa loo maaragtaay taxamulaya. laakiin insha allah wadada waa lugtaa la hesheen dadaala, ilaahayna hadiin kaalmeeyo. wa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. luuqa carabiyana waxyaalaha loo baahan yahay wey, 3,000 oo luuqa ayaa adduunka ka jirtaa, luuqa carabiya ay ka mid tahay ayadana ugu fali badan. adiladeena sheekh saalix waa ku akrinay ina anzalnaahu qur'aanan carabiyan lacalakum tacqiluun. wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد طرحت علينا كلمة تعم على الجميع والفراد. وحين وحيدنا إن شاء الله تعالى شيخ القرية أو تشيف ديقوة. ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. جزاكم الله خيرا. horta dadka meeshan kasoo xaadiray ardayda waalidiinta maamulayaasha culimada, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. markuu maaragtay macal uu istaago ama nin odaya sidii macal cabdisalaam sheekh cabdisalaam uu sheegay, wuxuu dhahaa malaynaa odayga xaafadda odayga xaafadda markii uu hadlayo waxaa la rabaa codka la siinaya horta inuu cod weyn noqdo.
ما هو أدير أو ملان ملان لغة سقط قادة مسكرات مربي أما مرتدى أما واجد ده تاس مركا تاس وحاي إسكاي هذا كفتن خرطة مدة أخرى إلهي بقى ما حد إسكاله إلهي جمارة دتك سوق وانقابي أرنتن فكرة ده قليي إيو إنت كسوق بغشو إلهي قاسم ما حد إسكاله مدة لغات ninkasta staa oo meshan wax ku darsaday ama ka soo qayb galay asagana mahad buu leeyahay waxaan rabaa Soomaali waxay tiri nin ka hadal badan iyo waxa la walba waxas baan day ka haradaan way ku xalfiyaan labadaas Sheikh Bashir iyo Sheikh Xiray iyo Sheikh Saalax meshay ka istaageen waxaan filayay hadal kale horta si laaban malaha لكن وحيرا ربعنا نشيبه أو برالجنة كدبنا كل أضيق حافظنا ها وحيالي كلاو أنا أركنا وأنك درسني إنت وحيني قعصنا يعني ما ركت أذكر هل يهاتين فس ما ركت رسق دائما أي سيسين شكرا مدى قوات أرطا ماشا وحا أجرنا وحي أن أركينا كل وان وذا أركيني وأنا أرن ديميت وأرن نكستا أو ميشن أو ميشن قريبا كمد أو مسلم بالغ عاقل رجل بالعام من النقطة مسؤول كسارن تاي شيخ حيري ومغلسين وأنا أرن جرتو أرن تاو شيخي وأرن قلبي كوجرتو وأنا رويين مارك والدين تاو كبرى رجيو أرنت وشيء حتى ما أنت عندي أهل حفلة شهير يدار وحجرت مركز سكول لفرة هذا كورونا على قصة نقطة وحنا لقي يري شيف نمال ويري مشان سكول كان افتين برايمري إلى هاي بشاهد كا وحنا في لهاي سكول كاس مركز جد كأت قاضي بولا افتين آري سرقة مش قبل أرضه إلا إيو الباب أكتيس أنت أرتوا جيدا وهذا ركتنا ملاينا إنك هذا البشاهد كتير ماشا إلا إيو ماشاس إنتا وعملينا كراس تلبقى والديق وايو والتاقنا قاركوضو خد إيو بالعامبو تاس وحايهد أرن ديمي أرن دوني أدون أو سكول كسابسن أرن تاو حايتو سني نكستاو وحورا وإنو أدقى نقلادو أما أو أركو أما معركتا وحوجينهي أما قرب أوسينهي أما أو تاكولينهي أرنت ماشى كده عزو، وحن إما بمشن مانتا، عملين دتك صح هذا المشن، أوكي أنا سكامسو، الددين ود أركاسين، وحدا عين ده هاي سياسة تا يساسة تما، تاسنا أرتا ونصيب ده أت وين، وحن فيلاي مو ما بن كايدا جرتا شخص صالح أو أديك عدتك إلا من مية مسة قرية دي أسان كان نقطة كل قرية دي أسان كان نقطة صوبت أرن دي ميت أو أنت غو ما أنت مدن كل يكوما وح أو مارت دمك علماء دي إيو ننكلا أو فرت اللي قتاعه يبلها وأن أجن هاي مشى أنك قمنا مكرفون كا ولا مغلا شهيرة تحسوسي لك استا أو نشن قرية دم دقن وحافي عند آد ونكسن حشمتنا إهاد شرفت إهاد ولاقي أها إني لما سوق قال سوقت أنا ما أقول أي فائدة نوتا مركز سكول أو نقطة أنا ما أقول ما سكول إيه وجرا ما ماذا عن كده كر وقت اللي شو حيل وش هذا إيه كم كرمه كفرة ما ماذا وعلى بحرهم سلام شو على أركا علوم ده إنه أما سكول كتب كرمه أما أصل دار السوق أوت كده. نكستا نكير يوم نكوين نكستا وقاب وقابن نكأو رادو عايا قال لا يكتكت. هبلاي أما عايا قال إنه كتبه هبلو. أصلا ما ركت تأكلون هاي حق سكولك. هندي أي نقطة تكسي على عايا يقتنع وان أغناي وعن أركدار أنا مغالب ده سعده وقت كورونا أجري.
دكسي هاد العلماء دي واح كلام ما ركت مال كلا كسوق كلا مجرين ماشي أي أي هالسنة أنا هذا تبع ما ركت حافظة إيوه مال واح إسكا دي غير قرآن ما ركت كده غير I'm very sorry مركا علمي بعلقاني يا وحي نقطة أنتو دكسي تجاشي كوسو إلي كعما سو سو قالوا أنا علم جوان دوسه ده كان دكسي وكسو بحي أنا دوسه مركا وحي ما يدحلي أنا أنت عن ماشان بولسن بالقطة في مجال الآن هذا كل حلقة سويتوا عن أفر ساعة وحي كسيدن بحل أهان أنا وقت جام حسوستي لكن وا عن حلقة سو صوبته أنا كم أكل المجال هذا مال تاس مركا عروقي وحي نقطة علمي كلا قد كا إما كهر إما ذن يقوله يقولها يقوله أسكر أقوانا هنتاعنا ماسك على سده نقطة دكسي مجرود يا شيخ أصلاً هو كسب على دكسي لقى أنت عندو سكول على على أركا والد كأنه أنتو قادة أو إلا جارك ولا تاجنجا معناه وحنتو ساي دكسي ده سيد شخير أو شيء وركع أنا ده هو هن أو معلمين تبعش تتاجنا ورا دكسي ما نقدر ترتين على أركا إلا ده هدي سكول ويا أنا أما أنا كا أما ماما ده كا يجرا يتاجن تاي تاس وحوق جلسين أيو مركا نكستا أو ماشان فدو والد ودريم كرتا ماشي باهدي كجرتو dibka ma aragtay kitaabka quraanka ama ma aragtay tacliinta islaamka ay taagan tahay nin kasta uu dareemi karo uu na arkaya waxaan rabaa nin kasta oo ma aragtay in uu ambassador ka noqdo sheekh ambassador maxaa la safiir masha Allah dintan nin kasta ya mas'uulka ama safiirka ah ma aragtay وأنا شيء لويدين دونه إلى ورتي سمان تقيامة مركا وحان رواين ما رك تنين كستاو إلى ورتي سا بلن أوكو قادو أنت هذا فضلو أنت مقنع أيشكتو فرين تاسيتو تفضل نين كستاو إلى ما رك تنين ككلة أو تشكيلو سيدي لمنك ولا لا تبلغ تعيشه وحال رواين الله صعدو الله تشكيلو روحه مركا وحان رواين نين كستاو ماشي فضو inu asaga u hadlo oo ma aragtay adiga aad u istaagto safiir aad u noqoto arinta diintan waxyaalo badan la iska bedelo taas waa codsi oo jiifka ka imaatay waxaan rabaa maanta maalinteeda ku xigto in waxyaalo badan oo isbedelo inuu naga imaado horta ani naftayda ku jiro waxaan rabaa in ma aragtay aan sheego sidii ma aragtay way ku jiraan ilmihii لكن waxaan rabaa sheekh saal hadda sidii sheekh xiray uu sheegay waan macallahay waan jeclaaday macnaha ma aragtay ardayda meesha saa u dhiganayeen inay ku igana ay soo galaan aadan u jecelahay diyaar aan u nahay markii dambe oo laakin macallimiintan ka wada hadlayna waxa aan sameeyneyno aniga diyaar waa number 1 aan noqtay waxaan rabaa in ninkasta uu saa masuushi u qaato waxna laga bedelo maaragtay markii xagga diinta ay noqoto waxaan rabaa egal inaan waalidiinta khaas ahaan oo la hadlo xagga odaynimada aan rabaa inaan iniga la hadlo taas waxay ahayd xagga tacliintii waana arkaasin hadda feeri meeshan ilmo badan baa fadhaan ilmihii waa iskala mireen kuwan meeshan ay fadhiisteen kuwanna xagga ay fadhiisteen cid kala bixiso oo intay u qaadata kala bixisana ma laha كو waxay dareen ku weeyeen in ma aragtay ay tacliintan ku jirin waan arkayna jiiraan bay la leeyihiin marka waalidka ilmahan dhalo idin ba mas'uul bay ka saaran tahay waxana la rabaa in ma aragtay dadkaas dhalinta ama ilmahaas waa nimanka dadka mas'uul ee bari in culunta diiniyan lagu soo xiro waxaan rabaa waalidiinta ee dhalinta la hadlo inta meesha joogto iyo inta codkayga maqlo dhalinyarada horta waa madaxda berri waa future leaders waalid kastaana culugi haddaa dhasho mas-uuliyada kaa saaran mas-uuliyadda kaa saaran waxaa la rabaa nin kastaaba inuu guto haddaad aabato iyo haddaad habartoobo dhibaato fara badana iska jirta nin kastaana uu ma aragtay shaahidka noqon kara ama uu ma aragtay aqbal karo hadda midda taalo
وحين قلت هذا دبت هرتين تهلاي أنا وحين فرت أقول تاعين ويلشة لكن أنا جا وحين فرت كتاعي ويل يقربه صوت مرة وين عن كرسارة ما عنا مشيغي لكن وحي أن أوليه صوت هذا وانشيغي متى حتى دبا تبعز وحا هرتا مغالبا تعالى دبا تفر أبدا مجتمعا أما بلشدا وحيالا فربضا كلا كل مكران أقاط إلا هرتا اسكم إيمانا سو إلا مارت أنا عن كل إيمانا عن تاين موبي فسحاتك اسكا فربطي وحي قارت ميل ما أردت فاسق نمدي أما ما أردت وحياله حماينا وإذل بوئينا نغا عن إندهك قبصنا هينو شعنا عيك اللغة قادة وما أردت هذا برنانك اللي تابعنا هي مركان سالي هي وحاوي كوح فربضان يا إسكا جران بولولا دلن باجرتا أو إسديه إسكوب شافو دلن تاس وحيك إيمان هيان بولا بوندا waxay ka iimaanayaan bulo sheekh waxay ka iimaanayaan bulo mzuri waxay ka iimaanayaan bulo iftin asaaskana bulo iftin ay tahay dalintaas waxa ay ahaayeen dhalinyaro oo wiilal ah horanta hore oo urur ah soo socdeen dalinta wadada istaagi jireen toorii ay dadku qaban jireen waxay ahaayeen waxa dawaa weynadeen oo ganga bigbigi iyo tuktuk iyo alta wax la hayay gacan ku dhigeen gabdhaha la soo qaadan jidkana la la taagan ويلاش قطوة يقبع عينا قبلية توري جلة تاقل وعلى قبع حق أرمتا ويلاش يقبع عين حتى فوليد با جلة تاقل قصوين كبع عين وحا اسكفر بدنين لكن مركان متك سوقاتو قبير با قبع جرين او ماركت أرمتا كون جرين مركا عين قطة دبقال وحيالا انو لقو سمية بدلا قبطوة جرين او حبسي قان قيني dad laga qabtay oo ala qaban waayna way jirtaa sidan aan u hortagnay ayinkii weelal is dhaxtaagan qaadki iyo sagaarki iyo jinn iyo jaan iyo wixii xulo idil bogacan ku wataan jidki taagan toorin la taagan marka markii ay noqotay gabadhi in la damco in ay qabtaana waxay noqotay gabadhi in ay isqaabiso oo dirci ay kala gooso dan ragaa tahay si aad ugu dhawaani male marka dadkii markii la qabtay waxay noqotay in hadda waxyaalo fara badan ay ka imaato waalidkii marka waxaan leeyahay mas'uuliyadda naga saaran hadii ninka odayga xaafada uu yahay hadii waalid aad tahay hadii culimo aad tahay faasiqna fara badan ama dhibaato fara badan ama magaaladan ku soo socota oo aniga codsanahay ma aragtay in wax aan ka qabano inko raali ah arinta waxay ahayd arinta waxay ahayd arin ku saabsan xaqi odaynimada marka dhalintana ay kana wadada inay taagan yihiin waa shay cad oo ma aragtay aan arkayno marka taasna waajibaadka waxay ka saarantahay waalidiinta iyo intii mas'uul ka ah meeshaas marka waxaan rabaa tafadal ilmihi tarbiyadoodi iyo ma aragtay akhlaaqtoodi iyo nidaamkoodi ma aragtay anaga ay mas'uul naga tahay in xilka anaga aan lahayn ama waajibaadka na saarnaayeen inaan qaadano kolay waxaan maleynaa hadalkaygu uu dheeraade ama ma aragtay kolay qadka amaan in ma aragtay arintii oo la jeedadi ahayd kolay handaan ka baxana waa diga raali ahaanaysiin qoladan sheekh saalax iyo ma aragtay inta la halmaasho oo arintan soo qaban qaadisay waxaan rabaa inaan mahad badan aan u celiyo ilaahayna ha barakeeyo ilaahay idinkii hadafka ay leeyihiin ilaahay u sahlo waana arin wanaagsan oo aad u wanaagsan arinta kolay waxaan filayaa sheekh saalax meeshi maarate u wado waa arin oo la jeedelay ama with a target marka anagana waxaan leenahay garab aan kugu nahay marka kolay sidii dadka igu horeeyay u dhahay wadadi waad ku dhacday waxaan doonaynaa in maarate ilaahay uu kugu hagaajiyo ilaahayna uu kugu sahlo marka anagana garab qaadanaa iyo billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh hadaan nahay bahdare imaam al-bukhari walidinta waxaan idin leenahay irhabu bi shirahi sadri
بانطلاق الوجه وانشراح الصدر والدين طبعا الدين لان هاي ادبد امها سنتين ادبد امها سنتين ادبد امها سنتين اوالكين انا ما قولي كرنو تعليم تا دلال كذا وحال الدنيا سد حدنا عين وكسعضو حاجة معلنكا سيدو شيخة بكده مجيه حاجة معلنكا أرضيقا يوالدكا هدي والدك يوجيفو أرضيقا يو معلنكا إنا يسود ويانا يا صورتا قلقا أرضيقا هدي يوجيفو والدك معلنكا لوضا ذكير وحبا مقواني كران مركا والدين توحان إذين لان لهاي آد باد أمه آد باد أمه هدسنتهين أوالكي إنا مقودي كرنو بارك الله فيكم وجزاك الله خير الجزاء هل نين باهدل كإنو سوكو بيا والدين تانا كاميدا محمد كنو أسوكو هدليو أو أفيانو والدين تردمانتو فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين أرديدا والدين تردم هذا الوالد تيدو عن الإنجليز كي كدهان vote of thanks وحن محد أد قالي وجود بيننا معلمين ته وشغلا أد كون سمعين وأنا كم أحد سنين because أريمهن أو سافيس كل جو كنا حافظات أكتر وشيء مهم هدي أو مدرسة ay ma aragtay ay naga fogaan lahayd anaga maana ka qayb galneen laakiin soo dhawaashadi oo gurigaada agtiisa ilmaha kaaga dhiganaayeen arin muhiim ah waay marka midayde waxaan leenahay waa maatsantiin ninkii aan arday aan meshan aan ku lahayn sidii chief daqow waxaan leenahay soo dhaw aan iskaashano mesh markii ay ardayda badan yihiin iyo iswadi kartaa because ani business aan ku jiraa markii waxaan u badan yahay yaa faa'iido laga heli karaa marka insha Allah waalidiinta arurtan oo dhan oo maaritay xafada ka imaadeen madrasada aan ku jirin waxaan maaritay aan ku boorinaa in la keeno madrasada arintan oo waalidiinta aan ka jifno anantaas waan dhageysanay waana maqalnay waana mid inaan maaritay aan aad aan maaritay aan wax oo qabna ay ku jirto sida runtii aniga maamada xaaska maaritay ilmaha keentay aniga aad ugu musi mashquulayn laakiin maanta ka bilowdo waa inaan maaragtay aan xoog saaro ayda sheekh cabdisalaan nabarkaysa ayda waxda ayda riixayse laakiin hadda maanta challenge aan helay marka maanta ka dambe waa inaan nabarkiisa qaato oo aan xoojiyo oo aan xariirno carruurtii arintooda aan ogaado arintan oo af carabiga inaan yareysanayna laga yaabaa laakiin yaana yareysan because dadka waxa aad loo jecel yahay arimahan oo adduunka in dhankiisa aad loogu socdo still af carabigan markaad fiirisid ilmaha markay tagaan secondaryga af carabi hadduu sameeyo gradekiisa kor uu kici wuxuu ka heli karaa ee hadduu ka helo af carabi sabjidyaha kalena uu ka baaso canuga jaamacad iyo max badan uu ka heli karaa af carabiga waa muhiim because adduunka hadda unta official languages ka waa saddex language waa faransiis af ingiriis iyo af carabi haddaad af carabi kaliya akhrisatay oo jaamacada bogta un shaqo weyn aad ka heli kartaa laakiin dadka badi ma oga markaad gashid websitekooda iyada waxaad geli faransiis af ingiriis ama af carabi marka arintan dhalinyaradan oo ardayda ah waxaan ku boorinahay inay xoog saaraan oo ay dadaalaan oo meel ay ka gaaraan insha allah ومحسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه برنامج كي انت ينوغو سوق بقبوي هل كان وحالو اما ذيني اردد ان وحايسك اخريان اما اردد مددي اي لسو لقدميين لو قدمي سيدني اي سيقتك اي المية مي وعاقا عانتا لغسين اي اوحي نمرقاتي اوغن هاي in luqada ay soo barteen dadkana ma wada sinna laakiin ardada aad bay luqada ugu soo dadaaleen waa 13 arday waxa qalin jabinahaya 10 ardayaa waxay haysataa mumtaaz
100 of 100 yey wada haystaan mumtaaz mumtaaz markii lagu yiraahdo markuu kala hooseeyaa pointiyey kala dheeriyey saddex cunugna waxay haystaan jayid jiddan marka insha allahu tacaala shahaadooyinkana waxaa gacanta ka siini doona sheekh cumar iyo sheekh muxamed salaad xiri wuu soo dhammaaday waalidiinta rabaa inaan su-aal weydiiyo diyaar maan u nahay inay maaragtay maantadan waxay ka bilowdo akhriskan inaan kor u qaadno diyaar maan u nahay su-aal diyaar maan u nahay hayay diyaar miya maasha allah haddii diyaar loo yahay waa in isbeddel fara badan laga arko isbeddelkaasna waxaan dhihi lahaa kolley waa hadda ka horna meel xafladan inay inteheedaan filahay meel aan iskugu imaanay waxaan doonayaa inay guddi sheekh sheekh cire maalintaas waan fadhidaa malayna waxaan dhahay waa inay guddi oo isla maaragtay committee education in la sameeyo waay oo u xil saaran akhriska oo dugsiga iyo madarsayaha meelahan ayta xaafadan sifadii xoog lagu saar lahaa xoog saaraan waa inay guddi la sameeyo sheekh saalax iyo culimmada maaragta meeshan maamulka hayaan waxaan doonaynaa inay guddi ay noo sameeyaan oo noo qalqaaliyaan maalinna fadhi aan qaadanno wixii maalinta wixii ka bilowdo ka dambeeyana waxaan rabnaa wafdi fara badan ama waxyaalo fara badan oo tallaabe ah oo isbeddelle inay nalaga arko fadlan tafadal a sheekh insha allah waxaa inoo bilaabanaysaa towsiicu shahaada shahaada qaybinta fadal sheekh bismi illah alxamdu lilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah waxaan u yeeraynaa waraaqyahan i hor yaallaan shahaadooyinka ah oo mumtaaz iyo keyrkeedaba leh ardayga la yidhaaho cabdilxakiim muxamed kuno weyna cabdilxakiim maxamed kuno ibnaka adimiya maxamed kuno fadal maxamed kuno asalaamu waraxmatullah maxamed kuno maasha allah maasha allah luqal carabiya in la jeclaado oo lagu booriyay wiilka jazaaka allah khayr allah u barakeeyo shahaadadaasay waxaan ku dardaarmaynaa ninkaas kuno inaad diinta islaamka ugu khadmayso ilaahayna aada ka cabsato subxaanahu wa tacaala waxaana wixigaa abuubakar aadam cali abuubakar aadam cali ardayga la yidhaaho falyatafadal mashkuuran abuubakar aadam cali maasha allah maasha allah raggii xiwaarka ku hadlayay buu ahaa ninkan mabruuk mubaarak mubaarak allah ku barakeeyo ilaahay cabsidiisa iyo waxaan ku maaragtay dardaarmaynaa taqwada ilaahay iyo khadamatu diin salaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacdu waxaan ku jirnaa towsiicu shahaadadii la qaybintoodii marka waxaan yeeli khaalid siraaji axmed bismi illah waxaan u yeerahayaa ardayga la yidhaaha cabdilmaalik maxamed kuno cabdilmaalik maxamed kuno marxaba cabdilmaalik maxamed kuno maca waalidihi maasha allah tabaarak allah mubaarak mubaarak fadal fadal maasha allah jazaaka allah khayr jazaaka allah khayr fadal sheekh sheekh waxaa inoogu xigaa cabdiraxmaan nuur mucallim cabdiraxmaan nuur mucallim waalidiintuna waa ardada sidii uu shahaadooyinka hor soo dhexdaadiyey marka si ka horreeyaa ma aha baraka allahu fiika waxaan u yeeraynaa ardayga la yidhaaho maxamed rashiid cadow maxamed rashiid cadow maasha allah maxamed rashiid mubaarak mubaarak jazaaka allah waxaan u yeeraynaa ardayga la yidhaaho cabdilmaalik rashiid cadow cabdilmaalik rashiid cadow cabdilmaalik mubaarak maasha allah afadal sheekh waxaynoogu xiga cabdinaasir xuseen kaynaan ahlan cabdinaasir cabdinaasir maasha allah mubaarak 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 naam waxaa noogu xigaa abuubakar muxamed cumar abuubakar muxamed cumar
محمد عمر محمد عمر ميا زميلي زميلي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تبارك الله أيه ما شاء الله محمد عبد محمد بنوحي محمد عبد محمد محمد عبد محمد ما شاء الله محمد مبارك 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 جزاك الله خير وعين روحي عبد الشكور محمد اسماعيل عبد الشكور محمد اسماعيل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عبد الشكور محمد اسماعيل مبارك سلام وياش مبارك مبارك حمزه حسين احمد لك يا كرم حمزه حسين مصر وبهذا نكون وتوزيع انت شهاداتك انت اينا وقهين دنكيغا يا دنكي شيخ عمر با وحنكون رجلينا ميكروفونك الان الى الاخ المنسق وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الى هنا قد انتهى برنامجنا اليومي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.